فقد الذاكره. الحاجات دي مش في الافلام والمسلسلات بس. افلام ومسلسلات ايه؟ لا حقيقيه طبعا، وكمان لازم اهلها يعاملوها معامله معينه عشان ما يجيلهاش انهيار عصبي ولا حاجه. ده حلو قوي الكلام ده. نعم. لا ما تشغليش بالك، انا تعبتك معايا، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. لا خالص، بس انت لا شفتني ولا كلمتني ولا اي حاجه. لا لا ما تقلقيش. هو انا اديتك كام صحيح؟ 200 جنيه. لا قليلين عليكي. رايح فين؟ الفلوس. الممرضه اللي ما تصونش اسرار المرضى بتوعها تبقى انسانه مش كويسه. اتقوا الله بقى. كتكول بلا. انسى مالك بقى يا زياد. قول لي هنعمل ايه في المصيبه اللي انت عملتها في ريهام وابوها دي؟ الموضوع ده بالنسبه لي خلص خلاص يا بابا. انت بتخرف بتقول ايه؟ يعني ايه خلص؟ هو كان لعب عيال؟ انا كنت عامل زي اللي مخبوط على دماغه. فقت خلاص. ايوه هتعمل معاهم ايه يعني؟ انت كتبت كتابك على ريهام خلاص. مش مهم. اقعد يا زياد. خلينا نحسبها بالعقل. انا مش هحسب اي حاجه تاني بالعقل خلاص. ده اخر كلام عندي. استغفر الله العظيم. شرف ولا لسه؟ هو في حد يتهاجم على بيوت الناس كده؟ لما يكون هيتربع. ابنك فين يا سالم؟ مستخبي مني فين؟ وانا هستخبى منك ليه؟ انا هقول لك تستخبى ليه؟ عشان عايز تتربى. انا مصردهولك عشان سنك بس. انت لسه ليك قاعد تتكلم بعد الفضيحه اللي عملتها لنا؟ غلطت وخلصنا. يعني ايه غلطت وخلصنا؟ سيب الفرح وبعدين تعتذر وعايزنا كده نعديها؟ انا مش بعتذر اني سبت الفرح، انا بعتذر اني رحت اصلا. انت بتقول ايه؟ اللي سمعتوه، انا غلطت اصلا اني وافقت على الجوازه دي وكل حاجه اسمها ونصيب، خلصنا. لا ده انت عايز تتربع. لا اقول لك ايه؟ ما تمدش ايدك عليه. انت جاي تكمل الجوازه بالقوه ولا ايه؟ بالقوه ليه يا حبيبي؟ ولا بنتي رميه ولا ايه؟ ايوه رميه. ضغطت عليا في وقت صعب ودلوقتي فقت خلاص. رميه؟ انا رميه يا زياد. ما توديش نفسك في داهية عشان تكذب زي ده. احترم نفسك. انا بحترمك عشان انت بيتي. استهدوا بالله يا جماعه، مش كده، خلونا نفكر بالعقل شويه. انا عقل، انا عقل. انت تخلص خالص. خلاص ما بقاش فيها عقل. ريهام هانم رشدي، انت طالق. ان انا بحبك وبموت فيك. انا ما حبيتش حد في حياتي غيرك. ما حبيتش حد في دنيتي كلها غيرك. انت ليه بتعمل كده؟ بقولك ايه؟ الطلقه دي اصلا مش هتتحسب. لا انا معايا عند المأذون، هو هيقولك بنفسه والله. يا زياد اسمع، بطل هزار بقى. يا زياد بص، طب تمام تمام، خلينا دلوقتي نروح للمأذون ونبطل بقى الهزار السخيف اللي انت بتعمله ده. يلا نروح للمأذون بقى ورجع لي تاني. يلا بقى ما تهزرش. انا عارفه ان انا ضغطت عليك الفتره اللي فاتت قوي والله، بس انا فعلا ما كانش قصدي. زياد ما تنساش انت مش شايفه. امشي ما تعملش كده. انت تعمل ايه كده معايا؟ ابو زياد يا زياد. نعم يا حبيبتي، ورحمه امها الغاليه دفعت الثمن الغالي. هخليك تجي تبوس الايادي عشان ترجع لك وهترفض. انت فاهم؟ انت